تفقد وزير الأشغال العمومية وزير النقل بالنيابة فاروق شعلي العديد من المشاريع القطاعية على غرار محطات القطار الرابط بين بوغزول وتسمسيلت على امتداد حوالي 140 كيلومترا، التي استكملت بها الأشغال على أن يدخل الخدمة قريبا. اليوم قمنا بتدشين عدة طرق اللي كانت متدهورة، والآن الحمد لله كما لاحظنا راهي الحالة نتاعها جيدة. وكنت قمت أيضا بزيارة ورشات اللي راها في طور الإنجاز، وطلعت على انشغالات هذا المنطقة، هذا ولاية تسمسيلت المجاهدة اللي نعتبرها تكون نموذج في التنمية المحلية.